دعاني من هو خير منك. قال سعيد بن أبي عروبة: هج الحجاج بن يوسف مرة، فمر بين مكة والمدينة، فأتى بغدائه، فقال لحاجبه: ائتني بمن يأكل معي. فذهب فإذا أعربي نائم، فضربه برجله، وقال: أجب الأمير. فقام، فلما دخل على الحجاج قال له: اغسل يديك ثم تغذ معي. قال الأعرابي: إنه دعاني من هو خير منك. قال الحجاج: ومن؟ قال: الله دعاني إلى الصوم فأجبته. قال الحجاج: في هذا الحر الشديد؟ قال: نعم، صمت ليوم هو أشد حرا منه. قال الحجاج: فافطر اليوم وصم غدا. قال الأعرابي: إن ضمنت لي البقاء غدا. قال الحجاج: ليس ذلك لي. فقال الأعرابي: فكيف تسألني عاجلا بآجل لا تقدر عليه؟ قال الحجاج: إن طعامنا طيب. فقال الأعرابي: لم تطيبه أنت ولا الطباخ، إنما طيبته العافية.